صباح الخير عليكم أو مساء الخير حسب موقع المغاربة أينما كانوا. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الصحة العافية، المونطال يكون مزيان، المورال يكون مزيان، تكونوا ناشطين وبخير وعلى خير. كوم دابيتود لي فيديو ديالي ما عندهمش رونديفو ما عندهمش رونديفو، دابا ما يقدرش يوجد راسو معايا انا، غادي يهبل بقى تابعني انايا. دونك كوم دابيتود حنا مقصرين، حنا ما كنقلبوش حتى على حاجه، نقلبوا على ان المغاربه كون عارفين شنو داير شنو صاير شنو كاين، وما ما كتخطاهم حتى شي حاجه. كنهضر انايا هاد الايامات بزاف على 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 لو ريفيروندوم ديال لا فوسكوش، ريفيروندوم ديال ديال لا فوسكوش، باسكو دوخونا بهاد هذا الكذوب وصافي، ماشي دوخونا يا ترو دو مونسونج فهمتيني. ايوا حنا الكذوب راك عارف، دولة فاشلة، دولة ضعيفة، دولة ميتة، ما عندها والو، كتعتبر راسها قوة. واحد يقول لك نحن القوة الضاربة في إفريقيا، ونحن الدولة الضاربة في شمال إفريقيا، نحن الدول الضاربة في المنطقة، ونحن ضد الإرهاب وحتى ضد العدو الكلاسيكي. كيتعصر باش يخلعنا، كيهددنا أنفاس، دول ضاربة وضد العدو الكلاسيكي. إوا الشعب ديالو تصر وتخسر، كيحسب ان فعلا بلادو دولة قوة ضاربة، وهي راه قوة مضروبة في الراس، قوة مضروبة في الراس ويد نو سان كلاسز. المشكلة في هاد السمش هذا، يا طخو سولي اجوردي، كان السمش كثيرة قوية ودرجة الحرارة 29. اش كيقول شي نقريحة؟ نحن القوة الضاربة في إفريقيا، ونحن القوة الضاربة في شمال إفريقيا، ونحن القوة الضاربة في المنطقة، وضد الإرهاب وحتى ضد العدو الكلاسيكي. والله ينظرك المغاربة يا وليدي، والله واحد ما يجمع زبلك، والله كما تحسب دابا دي كان. غادي نعطيك الريفيرندوم القوة الضاربة التاريخ ديالها. اسمع، أول حاجة نتوما والو والو. Alors ces travailleurs, ces pères de famille, ont demandé des moyens pour se défendre. C'est ainsi que se constitue spontanément un groupe d'autodéfense. De plus en plus nombreux, ils aident efficacement les forces de l'ordre dans leurs opérations de pacification, grâce à leurs activités locales qui gênent considérablement l'implantation et les déplacements des rebelles. هذا غير بتي ريزومي، نزيد لك الريزومي الاخر. Les populations sont venues en foule considérable assurer la France, dans la personne du général Ollier, de leur loyalisme et de leur fidélité. Impliqués dans le conflit, nous les avons retrouvés, en pouvant, quelque part en Mauritanie, interviewer pour la première fois les prisonniers de guerre capturés lors des attaques de Nouakchott.
les compagnons d'Al-Wali. Quelle est votre nationalité ? Algérien. Et vous êtes membre de l'armée algérienne ? L'armée, oui. Et vous avez été fait prisonnier alors que vous vous battiez avec le Polisario ? Oui. Quelles sont les conditions dans lesquelles vous avez été fait prisonnier ? On était dans un accrochage à Bati depuis la Sapri, les militaires mauritaniens, les armes mauritaniennes. Et il y a combien de temps que vous avez été fait prisonnier ? Depuis le mois 10, 76. Octobre 76. Oui. Vous êtes aussi algérien. Oui. Vous avez été prisonnier lors de l'attaque de Nouakchott où vous étiez avec le groupe Al-Wali. Ah oui. Comment est-ce que ça s'est passé ? On était à peu près 150 km d'ici. Il y avait l'armée mauritanienne qui nous a encerclés. Oui. Et nous ont capturés, nous ont pris. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts dans votre groupe ? Oui, il y avait à peu près deux morts. Comment est-ce que vous êtes traité ici en tant que prisonnier ? Ça va, ça va. Pas mal. Très bien. دونك بلا ما نطول عليكم هذه القوة الضاربة هذه حاولت شحال من مرة تدخل للصحراء المغربية وشحال من مرة حاولت دير انقلاب في موريتانيا والمغرب هو اللي كينقذ موريتانيا انسركلوهم وشدوا لهم العسكر ديالهم عدد المرات من 76 هما كيحاولوا هما دايرين بوتسطاز عند اصلا هاد لي فيديو راه دايرين عندكم وكنحيي المغاربه اللي خدامين في هاد تيك توك اللي مشاو هاد الكونسيبت ديال التاريخ لان الكونسيبت ديال التاريخ كينفع الاحفاد ديالنا والاولاد ديالنا وكلشي كينفعهم بزاف اذا كنحييكم في هاد الخدمه وكنقول لكم الله يرحم الوالدين كلهم اللي كيخدموا سير يوتيوب وسير لي تيك توك في هاد المحتوى التاريخي العلاقه بين دوله لا فوسكوش فرونسيز سي فوس كوش فرونسيز ان لا فرونس مشات وخلاتنا البلا المصلات مشات وخلاتنا المشاكل من 76 هما يحاولوا يخرجوا المغرب على السيطره ويريبوا البلاد ويريبوا المملكه من 76 هذه القوه الحازقه هذه كون كان عندها فريم وكون كانت قوه منطقه راه ما تغفرناش لو كان كانت قوه راه ما كيمرقوش هما عندك تحسب يمرقوا يهجموا عليك ولا راه ما عندهم لا دين لا مله راه ما كيمرقوش راه يهاجموا عليك يقول لك حنا في اطار مسانده الشعوب الضعيفه يساندوا البوليزاريو باقي محتاجين زين فيه اليوم 1900 واحد اللي كاينه دابا في 1900 اللي كاينه في لي كونتيندو مخيمات الميكروب كيقول لك حنا الحركه التحرريه نعاونوها حيت حنا حتى حنا وقعنا نفس المشكل كنا محتلين ايوا ودابا ما نبغيوش شي واحد يحتل شي واحد مي كاسكو سافو ديال تا جارك هذا جارك اللي كان هازك فوق كتافو وكياخذ القوت ديال ولادو وكيعطيه لك وكيخوي البيوت من المغاربه وكيسكنك فيهم بالشهاده ديال الناس ديالو ديال تماك تجي اليوم تقول لهم هذا مستعمر تقول اخر مستعمره وجي يهضر معايا الجزائري يقول لي انت راه الجزائري خصو يمرق الجزائري خصو يحشم يدوا افواغ اونت يدوا افواغ اونت باسكو سون بيي كي ني با فريمون ان بيي كي توجور دوميني بار لا فرانس ليران اي لو كلون سوفيتيك خصو يحشم يدوا افواغ اونت يدوا روجير خصو يمرق علاش لان المغرب ضحى من اجل الجزائر ايوي ضحى انا عارف ما تدخلكمش راسكم لان ما قروها لكمش ما قالوكش مدارس وقالوا لكم غير الكونترير ان المغرب خدعنا مخت بوحوص بوفوس وخدعنا وقت الامير عبد القادر واختطف الخمسه ديال الزعماء ديال الثوار والدعايات والحسن الثاني خانا حتى وصلوا ان قالوا الحسن الثاني هو الذي وضع السم البخروبه في شي حاجه قتلو بوخروبه مات بالسيده بوخروبه كان لوبيا بوخروبه مات بالسيده
والسيدة ما كانتش معروفة آنذاك، وعدد كبير اللي مات منها، ومن بعد عاد تعرفت كانت عنده قلة المناعة، عيوم يديروا ليه الدواء وما تعالش. السيدة عنده بروميير ديغري، مات بالسيدة، المناعة ما كايناش. كيفاش فسر المناعة نهائيا؟ وكان لوبي والله يعاونو دبر راسو، حسن تاني بعد ما يقتل فيه. هو الكلام ديال بوخربة شنو هو؟ نحن ليس لنا عداوة مع الشعب المغربي الشقيق، ونحن لن ننسى ولم ننسى أنه ساعدنا يوم المقاومة ضد الاستعمار. فالشعب المغربي الشقيق في قلوبنا، وحتى الجيش الملكي فهو ضحية لي. اللوبيا ديال اللوبيا. من بعد طلب 350 ألف مغربي. فين هي هذه؟ نحن ليست لنا عداوة مع الشعب المغربي الشقيق، ونحن لم ننسى ولن ننسى أنه كان بجانبنا يوم المقاومة ضد الاستعمار. وكذلك الجيش الملكي الذي هو ضحايا ومن ضحايا المخزن. وتسول تبون يقول لك هنا ما عندنا هذا وما ما الشعب المغربي الشقيق، هذه مسألة تصفية الاستعمار، مسألة أمم متحدة، ولاد القردة بالقردة الأخرى المنافقين. أنتم لكم أكبر عداوة مع الشعب المغربي، والشعب المغربي ماشي شقيق ديالكم أيها المنافقين والمنافقون والمنافقات. 60 عام وانتم عايشين مشاكسة معاكسة وكراهية المغاربة والمغرب، وتتعالون تتعالون وقدميكم فوق الخرائي مطلية بالخرائي. ثم هما الأعلام كطيروا طائرين ورجلكم في الخرائي والطلائي. قال لك نحن ليست لنا عداوة مع الشعب المغربي الشقيق. يغلط من يظن أننا لنا عداوة، خاطئ هو من يظن أن لنا عداوة مع الشعب المغربي الشقيق. لن ننسى أبدا أنه ساعدنا يوم المقاومة. يا ود المقرب، يا ود المقرب، هذه هي التربية اللي علموها المواطنين. خوا خوا، ليست لك عداوة. والآخر يقول لهم نحن القوة الضاربة في إفريقيا، القوة الضاربة في شمال إفريقيا وحتى في المنطقة، ونحن ضد الإرهاب وحتى ضد العدو الكلاسيكي. كلاسيكي يضرب لك السلكي والواسلكي يا اللوبيا البوال. هادشي اللي حررتو الشعب ديالكم عليه. ويجي واحد يهضر معايا يقول لي انت ابراهيمي كتعير الجزائريين وكدير الجزائري. انا كنقول لك نقول لك الواقع ديالك، كنقول لك الواقع ديالك، الحياة ديالك شنو هي. كبروك في الكذوب والنفاق وتعلمتي ليه، وكبروك انك انت اقوى دولة وانت اقوى تكعليزة في افريقيا، عرفتي اقوى كعبوش كيقولوا لوجدة، كيقولوا ليه كعبوش، تكعليزة في وجدة يقولوا لها الكعبوش، شفتي اقوى كعبوش في افريقيا. على قصاري انا ضحكنا، شوف انا راه ما معصب مو انا ضحك ها شوف غير كان اكاد كنمثلو اوني اون طران دو ها باسكو هاد الواقع هذا خصو يبقى مجسد. ما طلقش ما طلقش نون ستوب كتقول لك بارك الفيديو، ما طلقش ما طلقش والله يا تبون.
طبو انت هو خلنا لكم بالله واش هاد هادو قال لك يغروا غلبوا المغاربه اللي يدخل اللي يقول لهم بوتفليقه الزلط والتفرعين واش هادو واحد كيحكم فيه رئيس قال لي والله العظيم يخليني بالضحك قال لي واشنطن عطى البيستولي الكادير كادير تي ابري لي بيستولي دو واشنطن اي سون ميزي دو مقام شهيد وي 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 جو فوا بلاتي نديرو البينغو ونكملو الهضره زاد غير بدي شي اوتوماتيك كاينش باقا لي كيشي ما فيهمش فلوسين ولا كاسكي سباس اليوم لي كيشي العقا كتخرج هاد الصباح هذا نحن هاد الشعب اللي كيفوه على المغاربه ويقول لهم نتوما تبوسوا لي الدين حنا يقدر شي واحد يكون عندنا هنا في البلاد يقول لنا يا عطى البيستولي جورج واشنطن يكذب علينا حنايا حنا الحاجه اللي دازت علينا كنا كنقصروا بها هي الازليه سمعوني وحش الفلا واسمي سيف ذو يزن ورموني اهلي في الخلا وحمالي الخالق الرحمن Avec moi, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Douze ans, rire, d'accord, ou les bons. Antouma akbar chab endo, l'makla fiha, 3 mètres de la profondeur de la marca. Bréti t'akoul, j'ai avec les palmes, j'ai le scaphandre. Quel est comme un malin tajine. تما ماما لي الطاجين ديتو كتكذبوا حتى اللي عجبتكم اي حاجه تعجبكم في المغرب راه ديها لكم ها قال حاجه الزوينه ديال المروك تاع الجيري وقال حاجه المرنكه تاع الجيري نتاع المروك ها ماشي انا نشوف واحد فايون سالي قبي هنايا شوف غادوز معايا وقيته انا عشت نهار كامل انت ما تقاش دجم شتيو على القضيه نو فو زانكيتي با راه ما تفكروش في هذا الشيء حتى راه ما في يديهمش راه والو راه ما كاين حتى حاجه راه ما في يديهم والو عرفتي والو كاع ما يبقاو يحنقزوا ليكم ويبنقزوا ليكم نسمعكم واحد الاوديو زرتو لي واحد الاخ السلام عليكم سي الغوتي لاباس بخير بغيت نقول لك واحد القضيه كانت طرات لي والله الا بصح كنت مشيت لباريس في كاتر باكر من القديم شويه وكنت كنتسارى بحال هكا ودخلت واحد الكارتي سميتو ستراسبورغ سان دوني هادشي في 89 وكنلقى داك راك عارف دوك البنات ديال الزنقه اللي كيكونوا في واحد لاغويير المهم شنقول لك والله ما كذب عليك لقيت اغلبيه ديال البنات من لوروب دو ليست ياك لي رومان وداكشي ديال ليست المهم اقسم بالله واليوم الجمعه الى لقيت عربيات وحدين اللي كيديروا لي واقفين معاهم هما الجزائريات والله ما كاين مغربيه لا تونسيه لا ليبيه لا مصريه كلهم جزائريات ومن ثم تفاجات لأول مرة كنشوف عربيات كيديروا داكشي في باريس هما الجزائريات أقسم بالله وربي شهادة عليا عتي جاتني في شكال وزيدك لاحظ القضية ديك أليبوك والله إلا بقاو فيا وحق الله والله إلا بقاو فيا كنت مساكن شوف سبحان الله العظيم ودابا كيقول لك المغربيات راه داكشي اللي فيهم راه هما اللي كيلصقوه للمغرب سبحان الله العظيم هادشي زعما ما عمرنيش شي ميكروب شي فيروس هاد الشعب هادي في شكل ناري خطير عنده واحد الحقد في شكل واحد ما عرفتش انايا منين جابو كي دارو تدخلو داكشي للدماغ بزاف على السوداج بزاف على كلخو الشعب مزيان ولكن انا كنظن بالعاني مكلخين الشعب
اللي شافوه متقف وقيله ولا شي حاجه كيدخلوا على العسكر صافي. لان حتى في الانترفيو ديالهم كما قلتي دكتور هذا صحافي هذا كذا، لاحظت واحد القضيه ما عندهمش مستوى، ما كاينش مستوى النقاش وتقول. والمهم يلا تبارك الله عليكم جمعه مباركه. فوالا شهادة هذا من 98 فوالا قديم هادشي. أي حاجة زوينة ديالهم وأي حاجة مشوهة وفيها الشوهة وخايبة تاع المروك. ها هذا هو دابا، هذا هو الخطة اللي خدامين بها. ومن بعد دازو التراث المغربي، من بعد دازو الباتريمون ماروكان. انا باقي في لافيلا، تحسبوني راني في لافيلا. من بعد دازو الباتريمون ماروكان وبداو كيديو اي حاجه تعجبهم ديالهم. صحه تخرج العينين زعما راه محقارين، زعما الشواكله ديال كيقول لك حنا هما الشواكله ديال افريقيا. كوسكوس تاعنا، طاجين تاعنا، طنجيه تاعنا، البسطيله تاعنا، طاجين باللوز تاعنا، طاجين البرقوق تاعنا، الملح وحلو تاعنا، بالزبيب تاعنا، بالمشماش تاعنا. وهاد المواد ما عندهمش اصلا هما، مشماش والغيزان ساك هادشي ما عندهمش. هاد لي فخوي ساك ما عندهمش اصلا، ما عندهمش. كيفاش غيديروا هاد الطاجين بالقرقاع؟ كيفاش غيديروا هاد الزعزع؟ وكيفاش غيديروا العصير جيت فخوي، جيت فخوي عرفتي العصير عادي، خلي ليا زعزع وباناشي غير جي عادي، جي عادي. مثلا جيد بانان، حليب البانان، جي دو بوم، جي دو مونغ، جي دافوكا، جي غير جيد بانان ولا جي. ما عندهمش دو بوي اكس تو، ما عمرهم سمعوا به. ونزيدكم واحد القضيه، شتي جيد بانان؟ جيد بانان كي جيت من الجزائر تخلعت فيه، او كنقول انايا جيد بانان كاين جيد بانان كيصاوبوه. هاي انا جيت للمغرب وتفاجأت في جيد بانان، كنت ندوموندي جيد بانان وكتجيني ما عرف شنو دومونديت. ما نكذبش انا، ما نافقش انا، جيت انا انيديو ا نيويورك، كي جيت هادي غير في بوجده كي دخلت من الجزائر. عاد من بعد كنشوف ها جي دو بوم، ها جي دو فراز، ها جي. ومن بعد ولاو لي باناشي، راك جي باناشي ها فيه لي فراز، فيه الكيوي، فيه لافوكا، فيه الكاكي، وعاد خليك الزعزاع وداك الشيء. دونك هادشي كله يقول لك حنايا حنا ما كاينينش، حنا ما عندنا والو، حنا فقراء ما عندناش. خصهم اللي يكون عندهم داك الشيء، هما راه عندهم النش وبش والو، لا ماكله لا عصير لا سيرفيس القهوي. قهوه مهرسه ما يعرفوش يديروها، قهوه مهرسه ما كيعرفوش يديروا. كيقول لك اكسبريس صال، كيعصر لك قهوه كحله ويخوفوك منها الحليب بارد، ما عمل كيدوي. إذا كنقول للمغاربة هنايا ضحكوا قصروا معاهم، قشموا معاهم، فهمتي؟ راه ما في يديهمش، والله ما في يديهم، بالله والله يهزوا هاك صباحهم إلا يطحنهم المغرب، بالله والله القسم إلا يطحنهم. حاولوا 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 حاولوا، راه ما في يديهمش. كون كان في يديهم كانوا مهجموا عليك، كانوا مهجموا عليك. هما كيديروا واحد الحرب نفسية، شي حاجة ديالهم كيكونوا ميكين عليها، من بعد يطالبوها منك ويقولوا الشعب ديالهم راه حنا بحال داروا في قضية العرجة. العرجة عارفينها باللي أرض جزائرية، وبقاو ساقلين عليها ساقلين عليها، شوية هما يجبدوا العرجة باش يبينوا للمواطن بصبع أزرق بلو فينجر، يبينوا ليه باللي راهم قوة عظمى وراهم غلبوا المغرب وداو ليه في كيك، والعسكر ديال المغرب راه خواف وما قدرش يدوي، ويا المغرب احترم المواعيد والمواثيق الدولية والمعاهدات. ما راك ما يعقل عليهم. حاولوا دخلوا المقاله، شحال من ركله والعصا، بغاو يسركلوا موريتانيا. المغاربه دخلوا قبضوهم عطاوهم العصا وسجنوهم كاملين وعطاوهم للموريتانيين، الموريتانيين خافوا، المغرب هو اللي قابلهم. ما دوزت لكم الانترفيو ديالهم، وعده جنود جزائريين كيعترفوا على انهم تعتقلوا شحال من مره، وانهم حيدوا لهم السنسله هذيك البلاكات ديال الميدايون ديال السميه ديال الريفيرونس ديالو ديال الماتريكيل، وكيزيفطوه يدخل. راه مكلاو عده مره، راه ما كاينش، ما في يديهمش، ما في يديهم والو. دابا قال لك حنا لم الشمل، الشعب الجزائري يريد لم الشمل العرب. انا مش الشمل، لم الشمل ديال الخلاضر يماك الخاليه لك يا ولد الحرام. ها يا الشيوعي الجيوعي، ها شات ليا باغي تقسم ليا بلادي
وتبع الخطه ديال بوخروبه. نحن ليست لنا عداوه مع الشعب المغربي. مخطئ من يظن ان لنا عداوه مع الشعب المغربي. نحن لن ننسى ان الشعب المغربي ساعدنا يوم المقاومه ضد الاحتلال، وكذلك الجيش سيأتي يوما ونلتقي، وكذلك الجيش الملكي سيأتي يوما ونلتقي. أول يحيد الملك ويتلاقى مع الشعب ويتلاقى مع العسكر ديال المغرب ويقول لهم فوالا. كان كيحلم اللوبيا ديال بوخروبه، كان يحلم اللي مات بالسيده. جينا يا جيبو نسولوا واحد، قالوا ليه الملك الحسن الثاني هو اللي قتل الهواري بومدين، دار ليه السم. اول حاجه ماشي هواري بومدين، اول هذاك حاجه راه بوخروبه لو باطار، بوخروبه لو باطار اللي كتعبدوه نتوما. الحسن الثاني كان يسلم الوثائق ديال العرب، اجتماع العرب قبل طبعها. اش العرب غيتجمعوا؟ اش يتجمعوا العرب؟ علاش هاد الوثائق اللي غيكتبوا؟ اش من الوثائق؟ غادي يكتبوا الشعر المعلقات السبعه. ملبسين لهم ديك الفكره ان الملك محمد الحسن الثاني الله يرحمه كان غير برقاق، كان غير برقاق لاسرائيل. اش العرب؟ علاش كيتجمعوا العرب؟ العرب علاش كيتجمعوا؟ علاش كيتجمعوا؟ باش يضربوا اسرائيل، يضربوا النم، عندهم ما يضربوا، ثم يضربوا الهضره الخاويه والدعايات. اشكون دارها؟ الحسن الثاني. شكون الحسن الثاني؟ قمه القدس الحسن الثاني. انا ضطرنكم كانوا الفلسطينيين ما يتيقوش فينا، ما يزيفطوش الاطفال ديالهم يدوزوا عندنا العطله. كل عام كيجيو المئات ديال الفلسطينيين والمقدسيين يدوزوا هنا لي كولوني دو فاكونس في المغرب. كل عام واكلين شاربين وكندخلوا للتيرا يلعبوا كره، ونزفطوا معاهم لي كادو، ونزفطوا معاهم الهدايا بالاشكال. كل عام كما كان يقول لي اكبر عامل الصهيونيه هي الجزائر، اكبر عامل بغى يدخلنا الشيوعيه والكفر والالحاد في افريقيا هي الجزائر. وباغي دير انقلاب وتحيد الملك وتحيدوا البعابع. خليكم هكذا، شوف خليكم، انا بغيت الدول كاع تعترف لكم بالبوليزاريو وتطلب منكم الفلوس. بقاو ديما سعايا في العالم. طائره ديال الاطفاء العافيه ما عندكمش، الشعب كيموت وانتم باغيين الشعب يموت. تقولوا الملك ديكتاتوري يقتل شعبه، شكون اللي كيقتل شعبه غيركم نتوما؟ المهم خليت لكم الراحه، فهمتي؟ اللي يهضر قال لك بوخروبه، قول لي بومدي، قول لي راه سميتو بوخروبه. بوخروبه بوتفليقه الكذاب اللي هو مروكي مغربي. بن صالح يا قالوا ليه مروكي، بوتفليقه قالوا ليه مروكي، بن بلا مروكي. واللي قال لك شي حاجه دخل لك من هنايا، قول ليه نعطيك واحد السؤال، ديال السؤال اللي تعطيه، قول ليه علاش بوخروبه وبن بلا وبوتفليقه، اسمعني مزيان، علاش بوخروبه وبوتفليقه وبن بلا ما والدينش الدراري، ما والدينش، ما عندهمش وليدات، ما خلاوش الخلف، علاش؟ وفسر ليا، ياك كتهضروا في الملك وتهضروا فيه، علاش؟ بوركوا؟ اللوبيا الخضراء، راه بومدين راه كانوا غادي يعدموه في وجده، كانوا غادي يعدموه، شدوه في الفيرما ديال بن الحاج مع القايد صالح، هو واحد لامون ديالو، شحال من مرة هما يشدوه، هادشي ما كيقولوش، حاضرين غير المغرب. كيقولوش كيفاش كان بومدين، قال لك لا بغا يردوه بطل، قتلوا الحسن الثاني. اش بغا بيه الحسن الثاني؟ قتلو، اش بغا بيه الحسن الثاني؟ كاع ما عقل عليه كاع، كلوشار ديال الخلا، متشرد ديال الخلا، مبلب، يبات سكران يضل سكران، بحالو بحال شنقريحة، بحال تبون، بحال الكوكايين. ملك المغرب متسكع في باريس، ملك المغرب متسكع في باريس امير المؤمنين. بزاف عليكم، بزاف عليكم، لا نتوما ولا ماكرون اللي كتعبدوه. ماكرون عند الناس كاع كتضحك عليكم، عزيز عليكم اللي يمطمطكم، عزيز عليكم اللي يمطمطكم، على خاطر علاش؟ على خاطر فرنسا مطمطكم مزيان، وكيجي ماكرون تبقاو تغوتو، تبقاو تبكيو. فيزا 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 فيزا، هاديك فيزا فيزا
ميساج للعالم كامل كيسمعكم، يسمع على انكم راكم عايشين في القاهره، عايشين في الحبس، مابقاوش تقارنوا مع المغرب. شتي هذاك بوليزارو اللي تبعتوه بغيتو به تحيدوا المملكه، تحيدوا الملكيه وتدرقوا وراه وتحاربوا المغرب؟ هذاك هو المهلكه ديالكم. نهار كامل نتوما لي ماروشيان المخرينيان كتعطيونا في السميات، وانتوما حقا حنايا مارينيين، وانتوما ما عندكمش اصل، بغيتو ترفدوا حتى التاريخ ديال المغرب. ها راكم حاسبين الناس في ليستواغ دو ماروك كاينه غير عندكم انتوما، غادي تقادوا ويكيبيديا وتكتبوا على شعبكم. حنا اللي راه ليستواغ دي ماروك كاينه عند لوي كاتوس، وكاينه عند ريشار، وكاينه عند عند في البيرو ديال لينكون، وكاينه في العالم كامل كاينه ليستواغ دي ماروك. السي الهواري الحيطي، نحن لا نكن اي عداوة للشعب المغربي الشقيق. مخطئ من يظن اننا نكن عداوة للشعب المغربي الشقيق، ولن ننسى ابدا انه ساعدنا يوم مقاومة ضد الاحتلال. وهذه هي الشعار اللي انا غادي نبيه له اليوم، خاوة خاوة. وحتى الجيش الملكي سيأتي يوما ونلتقي، سيأتي يوما وسنلتقي. هي قوة المخزن، زعما بغى يدير علينا ديك الدبلوماسية ديال بوزبال، زعما راه ذكي يتصاحب مع الشعب ويتصاحب مع الجيش الملكي ويحرضهم ضد الملك. وهذه هي السياسة اللي راه غادي بها إلى يومنا هذا. لم الشمل، لم غير زبلك، لم غير الزبل ديالك. 7 المليون اللي كتدور في فرنسا بلا اوراق، 7 المليون اللي حارقه، 15 المليون اللي هارب روفيجي عبر العالم باش يعيش، وكيسب المروك من فرنسا، كيسبوا المغرب وهاربين من لا ميزير. ضحك شويه، حنا راه مقصرين ما سوى. تبارك الله عليكم، و بروشين فيديو ديما فيديو تابع فيديو. غيانا بيغ في الطوموبيل كنقضي اغراضي، وميم طو راني معكم. تحيه لكم وشكرا للتفاعل، ونحن لن ننسى ابدا ان الشعب المغربي الشقيق ساعدنا يوم مقاومه الاحتلال. مخطئ من يظن ان لنا عداوه مع الشعب المغربي الشقيق. هذا اللوبيا ديال سميتو هذا اللوبيا ديال مخروبة مخر. حسب يدوز علينا الدكاكة. تبارك الله عليكم، واحد شوية ونكمل لا فيديو، وغادي ندخل نقضي واحد الغرض في لابونك وغادي نرجع معكم. نحن لنا علاقة وطيدة مع الشعب المغربي الشقيق، ومخطئ من يظن أن لنا عداوة مع الشعب المغربي الشقيق. حتى الجيش المغربي ضحك يا صاحبي شوية ضحك، والله العظيم وكيأمنوه. ضحك عليا أنايا، عشت معاكم أنا. جي فو كوني تخي تخي بيان. وش نقري حتى هو؟ نحن القوة الدارمة. تبارك الله عليكم وشكرا للمتابعة، واحد شوية غادي نرجع لكم.